Shannon in Vaffanlo. Ciao giunto ora. Yes. Vaffanlo. Basta, basta. Firlana. اللي معانا النهاردة هو القارئ الوحيد الذي أبقى الدكتور حامد شاكر نجاد. القارئ ده رغم الإعاقة بتاعته قبل الدعوة وذهب إلى البرنامج. دخل عليهم فجأة بالكرسي المتحرك فأبكى الجميع داخل الاستديو وقرأ عليهم تلاوة لا مثيل لها في مشهد لن يتكرر بعد ذلك في أي برنامج. بس قبل ما يبدأ التلاوة قال لهم إن هو كان مريض بقاله كام يوم بالبرد وقال لهم ان هو مش جاهز للتلاوة، بس هم اصروا عليه ان هو يقرأ وهيساعدوه في التلاوة، ان هو يقول جواب واللجنة ترد عليه بالجواب اللي بعده. ويلا بينا نشوف التلاوة كانت عاملة ازاي، وما تنساش تضغط لايك واشتراك في القناة وتسمع الفيديوهات اللي قبل كده كانت عاملة ازاي. ربنا ولا تحملنا ربنا ولا سلام سلم هو الله
الله الله الله الله